انضمام مشتركين جدد التحقوا بالبرنامج مروا بعدد من التمارين اللي استطاع من خلالها الفريق الفني بقيادة الكابتن فؤاد أنور تحديد 13 مشترك واللي راح يدخلون في منافسة على لقب الكشاف. وجت اللحظة الحاسمة اللي راح يقدم فيها الكابتن فؤاد أسماء المشتركين الثلاثة عشر. مساء الخير شباب. اليوم زي ما تعرفون كلنا الحين 3 أيام احنا مع بعض، وأنا استمتعت فيكم كثير، وفي كثير منكم يعني بإذن الله مواهب، وإن شاء الله بستمر معكم. نتمنى أيضا التوفيق اللي بنختارهم أنا والكابتن خالد اللي تساعد عليه، عشان ما تزعلون علي أنا بالحالي، ازعلوا علي وازعلوا على خالد. أوكي. مر علينا تقريبا اكثر من 100 لاعب في 3 أيام. انا والكابتن خالد الشاي يعني بذلنا جهد ان نختار 13، وانا اتوقع انه في كره القدم احيانا قد المدرب انه يظلم لاعبين، سواء في التشكيله، سواء في يعني في المباريات، سواء حتى على الاختيار. هذه تحصل في عالم كره القدم، لكن احنا لو عندنا فتره طويله كان ممكن برضو ان او عندنا عدد كبير كان في مجموعه يعني جيده. وانا يعني متاكد ان الان اللي بيشوفنا مستقبلا في التلفزيون بيشوف الكشاف، كل لاعب بيقول انا افضل من فلان، وانا افضل من فلان، وانا افضل من فلان، وهذا يعني عالم كره القدم هذا هو. لكن حقيقه ان في اكثر من تقريبا 40 لاعب، يعني 40 لاعب في نفس مستوى اللي اخترناهم ال 13، لكن انت في احيانا لازم تختار 13، تختار يعني بنظرتك تقول هذا الافضل وهذا الافضل، ممكن يكون في الكنترول افضل، ممكن يكون في الملعب في التقزيمه افضل، ممكن يكون في الباص في التسليم، يعني سوينا عده اختبارات، لكن احنا سوينا اللي نقدر عليه واللي البرنامج محتاجه اللي هو 13 لاعب.
وأنا أتوقع أن الجمهور حيشوف 13 لاعب وهو حيكون برضو حكم يعني لهذا 13 يعني معنا إحنا، لأن الآن أصبحت كرة القدم أو كرة القدم عموما قد المدرب يختار والنادي يختار حتى على مستوى اللاعبين المحترفين وكذا، ولكن يبقى الجمهور هو الحكم رقم واحد. سلام شباب، كيف الحال؟ يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، وبعد ما تقدم للبرنامج قرابة 100 مشترك تم تصفية 13 واللي جالسين معي الآن على المدرج واللي راح يكملوا مشوار البرنامج ويخوضوا عدد من الاختبارات مع الكابتن فؤاد أنور، نقول لهم مبروك، يعطيكم العافية. أبغى تحدي، أبغى إصرار. إن شاء الله بإذن الله. قد التحدي؟ إن شاء الله. الكشاف. وبعد ما شفنا كيف تم اختيار ال 13 مشترك، راح يتم أخذ كل لاعب على حدة لخوض اختبار برنامج الكشاف، واللي راح يكون معنا في الحلقة القادمة المشترك رقم 50 عبد المحسن المفيريج. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إطلالة جديدة عبر برنامج الحدث الرياضي على شاشة السعودية الرياضية الأولى، ركض متواصل كما هو المعتاد حول كافة الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية كما عودناكم دوما
في أبرز ملامح هذا المساء بالعناوين. تعديل نظام مسمى كأس الملك وكأس ولي العهد والمقام السامي يتكفل بالجوائز. أحمد عيد: لن يكون هناك فترات توقف ولا ضغوط على الأندية واللاعبين. ويؤكد: لا حاجة لإقامة المباريات الغير جماهيرية في ملاعب الأندية. ويضيف أحمد عيد: اجتمعت مع لوبيز والأهم عودة المملكة لتنظيم البطولات. أخيراً: مسلسل السقوط للكرة السعودية يتواصل آسيوياً. مجدداً التحية لكم ولضيفي هنا في الرياض الكابتن صالح الداود، اللاعب السابق والإعلامي الحالي المسؤول عن التحرير في صحيفة الوطن. أبو عبد الله، وسهلا فيك. يا هلا عبد الله، مساء الخير. مساء الخير للأخوة المشاهدين. بنكرر برضه، تفضل الضيف. ما تبغى تقدمه انت؟ والله هو يستاهل. انا ايضا تحيه لضيفي الاخر هناك في جده، الاعلامي والكاتب الرياضي علي الزهراني. علي، اهلا وسهلا فيك. الله يبقيك عبد الله، مسي عليك ومسي على العزيز صالح وعلى المشاهدين الكرام. اتمنى ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهدين الكرام باذن الله. وعبد الله، قبل ما ادخل في الصفحه السوداء على قولتهم للكرة السعودية والإخفاقات الآسيوية سواء أندية أو منتخبات، تتفق بأنه مسلسل للسقوط أم أنه كان هناك أفضل مما حدث في هذا المساء سواء للأهلي أو كذلك الشباب؟ والله شوف، الوضعية للأندية السعودية والكرة السعودية يعني وضعية طبيعية أنك تخسر في دوري أبطال آسيا، وين كنت أشوف أنه الفرص كانت ممكن تتعدل شوي في مباريات خصوصا الاهلي والشباب في هذه المرحله. يعني لو شفت انه ظروف الاهلي كانت صعبه جدا في مباراه اليوم، في الوقت اللي كنا نتمنى أن يكون موجود فيكتور وموجودين المهاجمين، اليوم شفناه يلعب بلاعب شاب. بالنسبه للشباب الفرص تاتي اليه وهو يرفض. ما نقول انه بس انه هذه حظ وكره قدم هذا افضل، لكن هو السقوط بشكل عام نغوص في الامور الفنيه بلا شك نوعا ما، والاشياء الاعلاميه اللي انتم تحبون تتكلمون عنها. سقوط ومستمر يعني للكره السعوديه. طيب، اذا استمر الحال زي ما هو. ينضم معنا ايضا ضيف ثالث خليجي هناك في البحرين، الاستاذ عبد الرحمن عبد الخالق، عضو لجنه الحكام في الاتحاد الاسيوي من البحرين. عبد الرحمن، اهلا وسهلا فيك. مساكم الله بالخير وحييكم واشكركم على هالدعوه هذه. بعد الشكر ايضا لك على تواجدك معنا عبر برنامج الحدث. بسالك بشكل مباشر لانه الحديث اليوم كان خليجيا، يعني بناخذك احنا على الجانب الخليجي ولو انه انت تمثل اتحاد اسيا، لكن النبض موجود. الانديه الخليجيه اليوم كلها خارج الحسبه في دوري ابطال اسيا، لا الخوي القطري ولا الاهلي السعودي ولا الشباب السعودي، لكن انت بنظرتك كمسؤول عن الحكام كعضو في اللجنة، اليوم الأداء التحكيمي في دوري أبطال آسيا جاء كما أكنتم تتمنون؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة هذه. وشيء يؤسف له أن الأندية الخليجية تطلع من هالدور هذه، وكانت السنوات الفاتة لنا دور كبير ووضع كبير للأندية الخليجية في نهايات دوري أبطال آسيا، ولكن مع الأسف خروج ثلاث أندية في يوم واحد في المرحلة هذه، المرحلات النهائية، فهذا شيء مؤسف وشيء غير مرضي لأي رياضي خليجي
في منطقة الخليج. أما من ناحية الأمور التحكيمية فطبعاً أنا ما شفت الأربع مباريات، ولكن تجينا تقارير من المراقبين المباريات من دائرة التحكيم في الاتحاد الأسيوي، ولله الحمد ما في مباراة في أخطاء تحكيمية مؤثرة أو جسيمة أثرت على نتيجة المباراة، حتى لو في بعض الهفوات أو بعض الأخطاء، ولكن ما كانت الأخطاء اللي هي ممكن الفريق يخسر بسبب خطأ تحكيمي أو بسبب تقدير حكم أو مساعد حكم والفريق خسر أو ما تأهل لأن الحكم خطأ في المباراة، والنتائج كانت باينة. يمكن اللهم مباراة الأهلي اللي كانت بين قوسين إن كانوا شبه مؤهلين، ولكن في آخر الوقت احتجوا على الوقت البدل الضايع. لو نشوف الوقت بدل الضايع دقيقتين وعندك حوالي 5 أو 6 باديل وما في إصابات ما في توقيف، أعتقد تقدير الحكم للدقيقتين كان تقدير منصف للفريقين فيها. كان في عبد الرحمن إصابات في الشوط الثاني، توقفت المباراة. كثير في إصابات في مواجهة الأهلي. 6 تبديلات. هو 6 تبديلات كابتن صالح، المسي عليك بالخير طبعا كابتن غني عن التعريف، ولكن مش كل تبديل الحكم ياخذ عليه نص دقيقة أو 10 ثواني أو 20 ثانية. التبديل اللي يصير من لاعب خروج لاعب دخول لاعب عند خط نص منتصف الملعب عند الحكم الرابع، هذا الحكم ما يعول عليه إضافة وقت بدل ضايع. ولكن التبديل اللي يصير من اللاعب جاي من منطقة بعيدة من الملعب ويحاول أنه يتمشى أو يهرول على خفيف، لا، واجب على الحكم إضافة نص دقيقة على التبديل اللي يصير فيها شوية تأخير، وإذا أكثر من كذا على الحكم إلزامي أنه يزيد الوقت أكثر من كذا. والتقديرات اللي يصير في الإصابات طبعا الحكم عليه انه يوقف الوقت اللي عنده، الساعه اللي عنده. ساعات احنا المشكله الاساسيه اللي تصير انه توقيت التلفزيون والنقل ما تكون بشكل الدقه المناسبه مع ساعه الحكم، فاحنا دائما نلوم الحكم انه والله لا والله توقيت التلفزيون قالت دقيقتين وانت اعطيت اقل كم من ثانيه وعشر ثواني اقل، بس احنا ما ندري توقيت ساعه الحكم كم. عبد الرحمن شويه في إشكالية من هالناحية، وممكن بس احنا كاتحاد اسيوي مراقب المباراة مراقب الحكام عليه انه يوضح لنا انه والله الحكم اعطى دقيقتين، كان في 6 تبادل، ومثل ما تفضلت كان في اصابات، كان في توقيف لعب، فاحنا نشوف شريط المباراة ونقيم هل فعلا الدقيقتين كانت منصفتين للفريقين او لا، كان على الحكم يعطي 3 أو 4 دقائق في المباراة هذه في الشوط الثاني. طيب قبل ما تحول لعلي بشاهد التقرير الخاص في مواجهة الأهلي والسيول التي انتهت للفريق الكوري بهدف مقابل شيء، وبالتالي خرج الممثل السعودي هناك في كوريا الأهلي بعد هذه الخسارة. ودع الأهلي دوري أبطال آسيا بعد خسارته اليوم بهدف دون رد من سيول الكوري الجنوبي في إياب ربع نهائي البطولة. انطلق اللقاء في شوطه الأول بمحاولات هجومية من الفريقين لم يكتب لها النجاح، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. وفي شوط المباراة الثاني بدأ الأهلاويون أكثر إصرارا على التسجيل، ولكن المحاولات الأهلاوية تخطئ المرمى الكوري، في حين كانت الخطورة الكورية تظهر في الهجمات المرتدة. وظهرت محاولات البرتغالي فيكتور بيريرا مدرب الأهلي بتغييرات لتنشيط الهجمات الأهلاوية، ولكن دون نتيجة تذكر، حتى استغل فريق سيول الكوري الجنوبي إحدى مرتداته ليترجمها ديمانو فيتش هدفا أولا في آخر دقائق المباراة. حاول بعدها تسجيل الجاسم ورفاقه تدارك الأمر والعودة للمباراة، لكن الوقت لم يسعفه ليعلن حكم نهاية المباراة بتأهل سيول الكوري إلى نصف النهائي. تحول لي ضيفي هناك في جدة علي الزهراني. علي، ناخذها بشكل عام، ما أبغى أدخل في فريق عن آخر، الأهلي أو الشباب، لكنها أصبحت يعني الكلمة حظ أوفر هارد لك الممثل السعودي متكررة في النسخ الماضية والنسخة الحالية للمشاركين السعوديين في هذه البطولة. للأسف عبد الله من المؤلم والمحزن أن تصبح هذه المفردتين هي السائدة في الوسط الرياضي، يعني خلال المراحل الزمنية السابقة والكرة السعودية من انكسار إلى انكسار، سواء على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخبات. فأنا أعتقد مثل هذا الوضع الذي يحدث للأندية اليوم
في مجمل العام انا اعتقد انه يعني اشبه ما يكون بقضيه شائكه استعصى عليها المسؤولين والقائمين عن كره القدم السعوديه عن ايجاد الحلول الملائمه والمباشره التي قد تساهم في تفعيل الكره الصحيحه التي تحقق المنجزات. يعني سنوات عديده والكره السعوديه تطبق نظام الاحتراف. السؤال الكبير والعريض الذي يفترش كل المساحات، ماذا افرز لنا نظام الاحتراف؟ هل بالفعل استطعنا أن نوجد العقلية الاحترافية في اللاعب كرة القدم السعودي وفي الكفاءات الإدارية التي تعمل في الأندية حتى يتمخض عن هذا العمل وجود إيجاد فريق أو منتخب أو مجموعة من اللاعبين قادرين على الارتقاء بكرة القدم السعودية؟ أنا أعتقد الجواب يأتي دائما بالسالب. إذن هناك مشكلة كبيرة وعويصة يجب الوقوف عندها كثيرا حتى نستطيع تشخيص هذه المشكلة لإيجاد الحلول والعلاج المناسب لها. تكررت هذه المشكلة ويمكن في مراحل سابقة فتح ملف البطولة الآسيوية على صعيد الأندية وتحدثنا وقلنا أنه أصبحت البطولة الآسيوية للأندية السعودية صعبة قوية ومستعصية على الجميع. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هذا هو السؤال العريض. أنا في تصوري الشخصي علي اسمح لي، ليست نتيجة قوة الفرق المقابلة في آسيا. علي إذا تسمح لي اسمح لي عبد الله بس أكمل لك. تفضل تفضل تفضل، بتكمل كمل علي كمل. انا يعني امتداد فانا اعتقد انه ليست يعني ما يحدث للانديه السعوديه في البطوله الاسيويه نتيجه قوه الفرق المقابله من اليابان وكوريا. نعم هذه الفرق تطورت، استطاعت ان تفعل ادوارها، استطاعت ان تصل الى دائره المنافسه الحقيقيه، ولكن الحقيقه المره التي دائما نكابر ونقفز عليها ان الانديه السعوديه تعيش في وهن كروي لم يسبق له مثيل، والسبب الرئيسي في آلية العمل المطبقة في نظام الاحتراف. انعكست هذه الآلية بسلبيات جسام على اللاعب على الإداري على النادي، وبالتالي كان الإفراز الطبيعي لها مثل ما آلت إليه من نتائج حالية. فإذا الخلل أنا أعتقد أنه خلل كبير يتعلق أولا في منظومة العمل الإدارية ومنظومة العمل الاحترافية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي الأندية معا. طيب تحول إلى المنامة عبد الرحمن، فقط بسألك سؤال مباشر، المنظر العام لمواجهة الأهلي مع سيول اللي في كوريا اليوم الظهر اللي خرج فيه ممثلنا السعودي ميدانيا الملعب، منظر يعني هل من الإمكان أنه يكون للجنة الحكام والاتحاد الآسيوي مشاهدة لهذا الملعب أنه يعني الكرة ما كانت تمشي بمسارها أبدا طوال مجريات المباراة لا مع الفريق الكوري ولا مع الأهلي؟ وانت تتكلم عن دولة مثل كوريا، دولة يجب أن تكون ملاعبها جاهزة تلعب في دوري أبطال آسيا يعتبر تشامبيونز ليج مثل اللي في أوروبا، وبالتالي يجب أن تكون مشاهد المنظر العام للملعب على أعلى مستوى. هو طبعا بخصوص الملعب في لجان بداية كل سنة كروية آسيوية، نتكلم عن شهر 2 لشهر 11 من كل سنة في لجنة خاصة من الاتحاد الآسيوي تزور جميع الأندية والدول اللي مشاركة في دوري أبطال آسيا وتراقب على الملاعب هذه من جاهزية الملاعب للأندية وللمنتخبات، فترفع تقرير للاتحاد الآسيوي إن هالدول وهالأندية عندها ملاعب جاهزة أو غير جاهزة وفي ملاحظات دقيقة عليها. فمراقب المباراة قبل الطاقم التحكيم وقبل مراقب الحكام لما يوصل للملعب لأرض الملعب لثلاثة أيام قبل المباراة من واجبه تدقيق على الملعب، أرضية الملعب، غرف التبديل، المدرجات، الأمن والأمان وعدد بوابات الخروج والإسعافات والصحة والمستشفيات القريبة من الملعب. يعني في عندك كم هائل من المسؤوليات اللي هو يرفع تقرير للاتحاد الآسيوي أن الملعب هذا جاهز أو غير جاهز. ولكن احنا لما نوصل للملعب اذا ارتئينا ان الارضيه مش جاهزه او الامن والامان مش جاهز في هالملعب هذه، على مراقب المباراه طلب من الاتحاد الاسيوي تغيير الملعب او المباراه ما تقام لان الملعب هذه غير صالح للمباراه مثل هالمباراه في دور حساس ومهم مثل الدور اليوم لعبوا فيه الفريقين. ولكن اذا ارتأى مراقب المباراه ان الملعب جاهز مجرد ملاحظات بسيطه، فطبعا الاتحاد الاسيوي وحتى صاحب
الأرض ما عنده أي مشكلة مع المباراة هذه أو أرضية الملعب أو حتى مدرج الملعب، حتى لو اشتكى فريق الضيف علينا يبعث رسالة للاتحاد الآسيوي وفي أخذ وعطى وشهر أو شهرين لما تشوف الموضوع، ولكن المباراة تقام طول ما مراقب المباراة أصرنا الملعب جاهز للمباراة. عبد الرحمن إحنا ترى ما نتكلم من جانب إنه الأهلي خسر أو كسب، أنا أتكلم عن منظر عام. أنت تتكلم عن دوري أبطال آسيا، بطولة مهمة وتلعب في هالمواجهات في ملعب الكرة، ما تحافظ على مسارها كمنظر كمشاهد، إنه يجب أن تكون الملاعب وأرضيتها على الأقل. أنا ما همني المدرج ولا همتني الساعة كيف شكلها ولا وش اسم الملعب، ملعب كأس عالم ولا ملعب عش مدري إيش، أرضية الملعب الكرة اليوم المنظر، يعني أنت مش مرتاح وأنت تشوف مباراة، حتى مهارة اللعيبة مش قادرين يطبقونها لا الكوري ولا السعودي. هذه الدور ومسؤولية مراقب المباراة، مراقب الحكام والطاقم التحكيمي يومين قبل المباراة لما هم ينزلوا لأرضية الملعب يكتشفون الملعب هل الملعب صالح أو لا، سواء إذا كانت كثرة الأمطار كثرة المطبات، الأرضية العشب أخضر ولكن الأرضية مش مستوية، مثل ما تفضلت أن لما تلعب الكرة أرضية تشوف أن الكرة مو ماخذة مسارها الطبيعي في الباص أو في الشوتة أو في التمريرة. فالمفروض إذا ارتأى الطاقم التحكيمي مع مراقب المباراة ومراقب الحكام أن الأرضية غير مستوية عليهم نقل المباراة لأقرب ملعب في نفس المدينة، ولكن إذا ارتأى المراقب والطاقم التحكيمي أن بعض المطبات بعض الأماكن بس غالبية الملعب جاهزة فهم عليهم أن يمشون المباراة فيها. طيب عبد الرحمن أبو عبد الله، هم بالنسبة للملعب صح أنا عبد الله مشاهدة من خلال الشاشة واضح أن الملعب يعاني، يعني يمكن عليه مباريات كثيرة رغم أنه ملعب كأس عالم وفي دولة متقدمة زي كوريا، يعني كان يعني ملاحظة مهمة هذه لو عند ربعنا، هذه مشكلة لو صاير عند ربعنا هنا أنت أجل أنت بتشوف الخطابات الآسيوية وبتشوف الحظر على الملعب. كويس أنك ما شفت ملاعب الاتحاد الآسيوي، يعني الدوري الاتحاد الآسيوي في ملاعب الله يستر. بس طب لكن الفريق الأهلاوي تمر على الملعب هذا اللي بتقام عليه المباراة، ولو كان له ملاحظات يعني قوية تستاهل عبد الله أكيد بيكون فيه يعني رأي أهلاوي بيتصدون لهالموضوع، لأنه لو كان الملعب غير جاهز نهائيا للمباراة صدقني أول من بيعاني منه الأهلي في التمرين اللي يسبق المباراة، لكن ما نخليه يعني شماعة نعلق عليها فرضا نقول والله الأهلي خسر. أبو عبد الله أنا فاهم قصدك، أنت تقول منظر عام. عبد الرحمن أنا ما أتكلم عن إنه هذا الأهلي وهذا والله الشباب ولا ذول ممثلين، لا أتكلم عن منظر عام لدوري أبطال آسيا. عبد الرحمن يمثلنا هناك عضوية لجنة حكام، بالتالي يجب أن نرتقي ملاعبنا. الكابتن عبد الرحمن مرت عليه ملاعب أقول لك ما تنفع لكرة القدم. أكيد يا أخوي عبد الرحمن شفته في ملاعب في بعض يعني الدول شرق آسيا، صراحة ملاعب يعني ما تنفع كلها مفاصل. طيب قبل ما أختم والله كابتن صالح، مو بس دول آسيا، خلنا نتكلم عن وضعنا في الخليج. مش كل الدول الخليجية ملاعبها جاهزة للبطولات الأسيوية والخليجية والعربية وحتى الدولية، مباريات منتخبات تصير على بعض الاستادات في دول الخليج مع الأسف، نقول مع الأسف أنه مش صالح 100%. ولكن مثل ما تفضلت يعجبني كلامك أن فريق الأهلي أو غير الأهلي، مثل ما تفضلت أن إحنا ما نتحدث عن الأهلي، نتحدث عن فريق الضيف. دام فريق الضيف ارتأى يوم قبل المباراة تمرن بتوقيت المباراة وشاف أرضية الملعب غير جاهزة، علينا يحتاج عن مراقب المباراة ويعتمد مثل ما تفضلت كابتن صالح أن هل الأرضية غير صالحة للعب بتاتا، أنا ما ألعب المباراة، لو شيء يصير ما ألعب المباراة وأحمل مراقب المباراة والاتحاد الآسيوي مسؤولية الأرضية. ولكن إذا ارتأيت أن والله أنا ممكن أمشي أموري في المباراة مثل ما تفضل كابتن صالح أن أنا ألعب وممكن أعمل رسالة تحت احتجاج بعد المباراة. طيب عبد الرحمن أنا مرتبطين معك في وقت في الحجز عبر الأقمار، بسألك عن موضوع الحكام والبرنامج المقدم عبر لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للتحكيم في المونديال القادم اللي من ضمنهم أيضا الحكم السعودي خليل الجلال. سؤال وجيه واشكرك عليه. بالعكس احنا عندنا 11 طاقم مؤهل حق كأس العالم 2014، من ضمنهم 7 اطقم اساسيه. السبعه الاطقم احنا من قبل سنتين قررنا في الاتحاد الاسيوي بمشاوره الاتحاد الدولي على ايام ما كان استاذنا الكبير جاسم مندي موجود في لجنه الحكام ان احنا نعطي كل طاقم احقيه في مشاركه دوليه في بطولات الفيفا من كأس العالم الناشئين والشباب
وكأس العالم للأندية وكأس العالم للقارات، على أساس الأطقم السابعة الموجودة عندنا كل واحد يأخذ حقه، وبعدين على تقرير الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هو اللي قرر من يروح 2014. فالحمد لله يمكن احنا صارتني شوية إشكالية مع الكابتن خليل جلال في البداية، فحولناه من كأس العالم الشباب لكأس العالم الناشئين بعد ما اجتاز امتحان اللياقة البدنية في البحرين. فإن شاء الله الكابتن خليل بيكون موجود في كأس العالم الناشئين مع عبد الرحمن عبدو من قطر ومع الحكم الكوري. جميع الأطقم بما فيهم خليل وعبد الرحمن والكوري تقريبا خلصوا، اللهم باقي علي حمد اذا الله كتب له الشفاء وجهز بيكون موجود في كاس العالم للانديه في المغرب شهر 12. وبعد شهر 12 الفيفا هم عندهم القرار ان من السبعه الاربعه مؤهلين يتواجدون في كاس العالم 2014. واحنا تكلمنا مع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي ان طالبين نص مقعد اضافي في كاس العالم 2014، ان نكون اربعه زائد واحد، يعني اربع حكام اساسيين وحكم خامس بيكون كحكم رابع اذا في امكانيه بحكم علاقه سعاده الشيخ سلمان مع بلاتر، وبحكم الاداء المتميز اللي ظهر فيه حكام اسيا في جميع البطولات الناشئين والشباب خاصه في كاس العالم 2010 اخر مره. طيب عبد الرحمن، قبل ما اختم معاك اخر دقيقه في الحجز، انت راي محايد في البرنامج، وراي محايد ايضا في عند الجماهير السعوديه. كلمه التحكيم عندنا كلمه طالعه فوق، يعني صدى عليها صدى كبير، يعني ما تمر مباراه الا الحكم ماخذ غسله كبيره من الجماهير الفريقين، مش الفريق هذا ولا هذا. وبالتالي انت كيف رايك في التحكيم السعودي في الثلاث جولات اللي مضت من دوري عبد اللطيف جميل، اذا كنت متابع او على الاقل تصلك بعض الاصداء؟ ما كنت متابع، ولكن تصلني بعض الأصداء، تصلني بعض الإيميلات اللي فيها بعض اللقطات، سواء فيها شك ركلة جزاء، في شك تسلل، هدف مش هدف. ولكن احنا دائما نقول مش بس في المملكة، في جميع الدول الأسيوية إذا الجمهور والفريقين والإعلام حاط دوب التحكيم ما حد بيربح. احنا التحكيم موجود عنصر اساسي في كره القدم، ولكن الاخطاء موجوده، الاخطاء وارده. احنا نطالب جميع الحكام باقل اخطاء، خاصه الاخطاء الجسيمه والمكلفه للانديه. ما حد يرضى ان النادي يصرف الملايين وجمهور يتابع ويخسر بقرار تحكيمي خاطئ او تقدير حكم خاطئ. ولكن احنا نقول الحكم من ضمن منظومه كره القدم الفريقين، فعلى الجمهور على الفريقين ان يركزوا على اللعب، وخلي الأمور التحكيمية على مجلس جميل. إدارة الفريق أو مجلس إدارة النادي مع الجهاز الفني والإداري، ويكون فيه احتجاجات بعد المباراة وليس أثناء المباراة، وما نخلي التحكيم شماعة لأنه ما بتخلص. يعني مستحيل لو إن شاء الله نستخدم جميع التكنولوجيات في العالم في المستقبل أن أنت تطلع مباراة 90 دقيقة ما فيه أخطاء تحكيمية ممكن تكون مؤثرة وفريق يخسر من أخطاء تحكيمية. الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق من هناك من المنامة في البحرين عند لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، شكرا لتواجدك معنا عبر برنامج الحدث الرياضي، شكرا لك. ألف شكر، ونتمنى التوفيق للفرق الخليجية في المستقبل إن شاء الله. مشكورين بإذن الله، إن شاء الله نستضيفك في مناسبات أخرى عبر السعودية الرياضية. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق من البحرين عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي. علي، خليني أدخل معك في ذات المحور الآسيوي ما بين الأهلي والشباب اللي كانوا ممثلين اليوم في البطولة الآسيوي دوري أبطال آسيا. اليوم الخروج يتحمل منظومة الفريقين سواء الأهلي والشباب من إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين، أم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان على جهة معينة؟ هناك في الشباب من يبعث الأصداء على مدرب الفريق، هناك في الأهلي من يضع على الجانب الإداري أنه كان هناك تفريط في عدد من الأسماء الهجومية، وبالتالي وضع الحرج الأهلاوي بعد غياب سيموس وإصابة سوك. أعتقد عبد الله الخسارة يعني تتحملها عدة أطراف وليس طرف واحد بعينه، يعني من الصعب أو من الظلم أن يعني ترمى يعني مسببات خروج الأهلي والشباب على كاهل المدرب برودوم أو على كاهل المدرب بيريرا، ولكن أتصور وأعتقد بأن هذا الخروج المر الذي لم نكن نتمناه، يعني هو متوقع ولكن لم نكن نتمناه، تتحمل الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، لأن هناك قصور تام من جميع هذه العناصر ساهمت في النهاية
في تحقيق هذه النتيجة التي يعني أودت بخروج الشباب وأودت بخروج الأهلي. يمكن لو وضعت المقارنة بين الأهلي والشباب الكل كان يتوقع بأن الفريق الأهلاوي سيقدم أفضل مما قدم أمام الفريق الكوري، وأيضا الشباب يعني برغم التعادل والنتيجة الإيجابية له أمام الفريق الياباني إلا أنه صعقنا اليوم بمستوى غريب جدا. إذا كانت هناك نسبة معينة في خسارة الفريق الشبابي فأنا أعتقد المدرب بردوم يتحمل الجزئية الأكبر في هذه النسبة. بالنسبة للفريق الأهلاوي يمكن تحدثنا في بعد المباراة مباشرة مع جماهير أهلاوية ومع بعض صناع القرار في البيت الأهلاوي على أنه السبب الرئيسي ينقسم إلى جزئين معينين. الجانب الأول أو الجزء الأول يتعلق بالظروف العصيبة التي واكبت مسيرة الفريق من خلال المتمثلة في إصابة اللاعبين المؤثرين في قائمة الفريق أمثال فيكتور سيموس وأيضا الكوري في السابق هيون سوك. هذه الإصابات أثرت كثيرا على وضعية الفريق الأهلاوي لدرجة أن الفريق لعب المباراة دون وجود لاعب يستطيع إنهاء الهجمة. جميل. ولعب الأهلي يعني بهجوم أشبه ما يكون بالهجوم المشلول. الجهة الأخرى هي متعلقة ببعض القرارات الإدارية المتسرعة التي يعني اختصت بإقصاء اللاعبين عماد الحوسني اللي كان يشكل صناعة الفارق الكبير في الفريق الأهلاوي وأيضا اللاعبين الذين لم يعني تمنح لهم الفرصة كاملة في الفريق في المراحل السابقة أمثال عيسى المحياني وبدر الخميس. أنا أتصور لو هذا الثنائي تحديدا كان متواجد لتغيرت وضعية الفريق أمام الفريق الكوري، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، ولكن الحقيقة المرة التي دائما نرددها إن الكرة السعودية لا تزال تسير من انحدار إلى انحدار، وهذه مشكلة أزلية يجب علينا أن نقف بشجاعة لتدارك هذا الوضع. جميل. وإلا سنجد أنفسنا سواء أندية أو منتخبات في الدرك الأسفل من القائمة من قائمة التصنيف الآسيوي. أبو عبد الله برودوم أضاع الحلم الشبابي أم أنه يتحمله كل الأطراف في الشباب اليوم؟ هو طبعا دائما في الخسارة ولا في الفوز الجميع بصراحة، لكن في الشباب برودوم يتحمل. ليش؟ لأنه مسلسل أخطاء مستمر. عندما تكون عندك أنت في فريقك أدوات النجاح موجودة بأنك أنت تقدر تتعاقد مع أي لاعب، تحدد مطالبك وتتنفذ لك، فلذلك أنت تكون مفروض تكون أنت يعني عملك وإنتاجك يكون أعلى بكثير مما قدمه السيد برودوم. هو مدرب نحترمه ونقدره، ولكن لم يوفق مع فريق الشباب بصراحة. فريق الشباب افتقد إلى كثير من العناصر اللي كان يتميز فيها. كانت الفريق الشبابي كان يتميز بفريق الجماعي، الفريق اللي عنده روح قتالية، الفريق اللي له هيبة داخل الملعب. لكن من وجهة نظر أنه مع السيد برودوم تحولت كثير من أو افتقد الفريق كثير من العناصر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. أصبحت الفرق تتجرع على فريق الشباب، أخطاء أو الهفوات اللي في فريق الشباب تتكرر سواء في عمق الوسط أو في قلب الدفاع أو في حراسة المرمى. وسيد برودوم يفاجئك بقناعات ثانية أدت إلى أنه الفريق الموسم الماضي خرج والدوري فقده وفقد البطولات، وفي السنة هذه نفس المسلسل يتواصل. فلذلك المدرب يتحمل جزء كبير. هذا ثالث موسم المفروض يكون عطاء أكبر من الموسم الأول والثاني. في الجانب الأهلاوي اسمح أتكلم، أنا من وجهة نظري وأنت تطالع فريق الأهلي في المباراة الأولى اللي افتقد فيها الفريق جزء كبير من حظوظه، أنك تشوف السيد بريرا كأنه يستكشف الأهلي. وعندما يستغني عن لاعب زي تيسير الجاسم، أفضل لاعب سعودي يتوغل، أفضل لاعب سعودي عنده جرأة التسديد والمراوغة، عندما يعني يستعين بهذا اللاعب في الارتكاز اعرف ان المدرب هذا ما توصل للتشكيل المثالي، وينطبق على كثير من اللاعبين في الفريق الاهلاوي. يعني المدرب واضح انه لحد الان ما واصل الى مجموعه يقدر يشارك فيها او يقتنع في انها بتحافظ على التوازن. الاهلي مع السيد بريرا اسهل، او خلينا نقول لك من اسهل الفرق تصل الى مرمى الفريق الاهلاوي. تابع أنت في مباريات محليا أو حتى في البطولة الدولية أو في آسيا، سهل جدا أنك توصل لمرمى الأهلاوي، وهذا في ظل وجود هذه الأسماء. أنا أقول لك أن الخلل هو تكتيكي والسيد غريرة يتحمل. طيب، ردة فعل الجماهير الأهلاوية رصدوها الزملاء هناك في سيول في كوريا بعد الخسارة الأهلي اليوم وخروجه
من دوري أبطال آسيا. نشاهد ثم نعود. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. هذه بطولة آسيا وراحت، وإن شاء الله العوض في الدوري إن شاء الله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، سووا اللعيبة كل اللي عندهم، أدوا اللي عندهم، ولكن الحمد لله على كل حال. إصابة فيكتور كان لها دور، لاعبين بدون مهاجمين، والحمد لله على كل حال. وهارد لك للأهلي، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله، وبإذن الله القادم أحسن بإذن الله. وإذا ما جات آسيا الحين تيجي بعدين. كنا نتمنى الفوز للأهلي، لكن والله ما الله وفق. نتمنى التوفيق في البطولة الجاية إن شاء الله للأندية اللي بتخش. هارد الأهلي، وإن شاء الله يعوضوها في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله حظ نصيب. أردك يا أهلاوية، إن شاء الله تعوضونها. أول شيء الحمد لله على كل شيء. فريق الأهلي قدم اللي قدر عليه، بس في النهاية فريق سول استطاع أن يحرز الهدف، والحمد لله على كل حال. هارد لك لكل الأهلاويين. طبعا أنا اتحادي طالب في كوريا، وكنت أتمنى تأهل الأهلاوية، وكنت أشجعه كأني أشجع الاتحاد، لكن هارد للأهلاوية، وإن شاء الله يعوضوها السنة الجاية أو اللي بعدها. هارد لك الأهلي، كان ممثل البلد، والحمد لله الفوز والخسارة. نتمنى له التوفيق في المباراة القادمة. علي في الكلب. Hello Saudi Arabia, but I'm not Korean. I'm Chinese. Fighting. أقفل الملف الحديث عن دوري أبطال آسيا والخروج المر. نستطيع أن نقول المعتاد للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا اليوم بعد خروج الأهلي وكذلك الشباب. اليوم كان هناك بيان للاتحاد السعودي واجتماع أعلن فيه الأستاذ أحمد بن عيد الحربي رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عن النظام الجديد لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس سمو ولي العهد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد اللمبي بالرياض، بمشاركة رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد المقرن، ورئيس اللجنة المالية والتسويق الأستاذ عدنان المعيبد، ونائب رئيس لجنة المسابقات الأستاذ أحمد العقيل، وأعضاء اللجنة الأستاذ حمد الصنيع والأستاذ نعيم البكر كدفي رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم، صدورا للموافقة الكريمة السامية على تعديل مسمى نظام أو مسمى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك الموافقة على تعديل نظام المسابقة بحيث تشمل 153 ناديا يمثلون جميع أندية المملكة، بالإضافة إلى تعديل نظام مسابقة كأس سمو ولي العهد بحيث تشمل الأندية المحترفة في دوري عبد اللطيف جميل وكذلك دوري ركاء، والتي تستقام منافستها خلال الموسم الرياضي الجاري. زميل أحمد أبو مسمار كان موجود في الحدث ورصد لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم الأستاذ أحمد بن عيد الحربي. نشاهد الحديث ثم نعود. أولا هو ما هو تعديل، ولكن مكرمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين على تطوير منهج الاتحاد الحالي. وعندما درسنا في السابق موضوع البطولة، البطولة هذه بالنسبة لنا بطولة غالية لأنها البطولة الأصل، وحضور مولاي خادم الحرمين الشريفين في النهائيات مطلب للرياضة ككل، وبالتالي أندية الدرجة الثانية وأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثالثة كانت لا تشارك في هذه البطولة، وحرصنا على أن 153 نادي تشارك في منظومة تخدم المصلحة العامة. كتب للمقام السامي، والمقام السامي مشكورا وافق على تعديل البطولة بما يراها الاتحاد ويخدم الاتحاد. بطولة مولاي خادم الحرمين الشريفين الآن أصبحت 31 بطولة مباراة وزعت على مبالغ مالية مجزية، كذلك بطولة سمو ولي العهد أصبحت 29 مباراة، إلى جانب بطولة سمو الأمير فيصل 182 مباراة، مجموعها 242 مباراة. لو حسبناها حسابيا سيكون هناك مدود إيجابي من الناحية الفنية بزيادة عدد المباريات،
ومن الناحية المالية أيضا مدخول سيوزع على الأندية كلها، ليس هذا المبلغ سيحدد لأندية الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى أو الاتحاد فقط، ولكن كل الأندية حتستفيد من توزيع هذه المبالغ. لن يكون هناك فترات توقف، سيكون هناك انسجام بين الدوري كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة سمو ولي العهد، ولن يكون هناك أي فروقات في المباريات، لن تكون هناك ضغوط على الأندية وعلى اللاعبين، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون هناك متسع من الوقت للأندية بأن تكسب وقت في المشاركات ولا تخسر أي من لاعبيها خلال هذه المرحلة، لأن الانتهاء الدوري إن شاء الله كامل سيكون في الأسبوع الأول من مايو. الجميع يعرف أنه عدد المباريات اللي تلعب في كأس سمو ولي العهد 29 مباراة وموزعة على 30 فريق، فالفريق حيلعب مباراة واحدة زيادة بس، يعني ما هناك زيادات. كأس خادم الحرمين الشريفين أيضا سيلعب من مراحل مبكرة، وفي النهائي سيلعب دوري 16 ودوري 8. أتكلم من مبدأ بطولتين. البطولتين متسعة للقاعدة أكثر من اتساعها للفرق الممتازة ودوري عبد اللطيف جميل. لن يكون هناك أي تضارب، لن يكون هناك أي إضافات خلاف المباريات السابقة، وأنا أعتقد أنه لن يكون هناك أي تعارض ولن يكون هناك أي ضغط على اللاعبين من خلال هذين الدوريين. أيضا نتابع الحديث الجزء الثاني من حديث أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مع زميلي أحمد أبو مسمار في المؤتمر الذي حدث في هذا المساء عن التعديل الجديد للبطولات السعودية، كأس خادم الحرمين الشريفين وكذلك كأس ولي العهد. لا أعتقد أنه في منطقة الرياض سيكون هناك أي ضغط في على الملاعب، هناك استاد الملك فهد يستوعب لأكبر عدد المباريات، الأندية أيضا لديها وقت في استقطاب المراحل السنية، لن يكون هناك مشكلة. صحيح كان يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الفنية في الرأس العام الرعاية الشباب، وإن شاء الله هذا التنسيق سيستمر من خلال ما شاهدنا السنة هذه ومن خلال ما تعرضنا له من ضغوط في الملاعب، لكن ثق تماما بأن البنية التحتية إن شاء الله سيكون لدى المنشآت تطوير شامل خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن الأندية تزداد الآن والمسابقات منتشرة، فمن خلال اجتماعاتي مع الإخوان في اللجان ومن خلال اتصالاتي بالأجهزة اللي لها علاقة إن شاء الله سيكون تنسيق أكبر خلال المرحلة القادمة. لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموضوع، خاصة وأن هناك ملاعب في الرياض، أستاذ الملك فهد قائم وأستاذ الأمير فيصل أيضا قائم، متى ما دعت الحاجة إلى استخدام الأندية لما لا، الأندية جزء لا يتجزأ، الأندية شريك وشريك فاعل وقوي في المنظومة الرياضية، متى ما كانت الحاجة لهذه الأندية. أنا أعتقد الأندية قريبة جدا من الاتحاد وتدعم الاتحاد وتدعم رياضة كرة القدم، كل ما نحتاجه موجود وكل ما نحتاجه أيضا ملبى من قبل الأندية أو من قبل الأجهزة الأخرى، الأجهزة الحكومية، القطاعات الحكومية الأخرى من وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بهذا الأمر، وأنا أعتقد أنه سيد أحمد سؤال مهم، معليش وأسف على الإطالة نيابة عن زملائي، موضوع الديون يقال أن وزارة المالية سوف تنهي موضوع ديون الاتحاد السعودي، هذا صحيح؟ اقترب الموضوع وأنا أسجل الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الأمر، وأول من بدأ في هذا مولاي خادم الحرمين.